السلام عليكم ورحمة الله. معكم أمين نواري ابن مدينة صفرو. جيت باش نعرض المظلومية ديالي على الرأي العام. وأول شيء كنشكر صفرو بريس اللي استضفتني وقررت أنها تمرر المظلومية ديالي للرأي العام الصفريوي، وباش نحطكم في السياقات ديال الموضوع اللي جيت باش نتكلم فيه. غادي نحاول نرتبوا السلسلة وغنتحدث على كل حلقة من هذه السلسلة بالتفصيل. المظلومية ديالي هي كالتالي: بخصوص واحد الاعتداء سافر على عقار اللي كيعود في الملكية ديالو الأب ديالي والعم ديالي. هذا العقار هذا هو عبارة عن محلين تجاريين، يعني في سيدي أحمد تادلي، حي معروف بمدينة صفرو. هو عبارة عن محلات تجارية مستخرجة من واحد المحل اللي تقرر يتم الهدم ديالو. كان كيعود في الملكية ديالو لأحد الأشخاص، كان جاء من قبل وبغى يتفاوض معنا باش يعني يدير واحد إقامة سكنية ديالو، لكن من بعد ما وصلناش لواحد النقطة ديال التفاهم على أساس أنه كان عطانا واحد المبلغ زهيد وزهيد جدا، وماشي كما كيروج أنه أعطانا مبلغ كبير وأننا حنايا كنتعنتو. بالعكس، حنايا من استعدات علينا كما كنقولوا أن داك البلاصة هذيك تولي إقامة زوينة، حتى العقارات ديالنا حتى المحلات ديالنا غادي تعطى لهم واحد لافالور أجوتي. ما كناش اتفقنا على هذه المسألة، وكنا درنا له تعرض وحطيناه في المجلس الجماعي. من بعد ما لقاش حل، يعني وكان اتفق مع احد الاشخاص اللي هو مسؤول منتخب يعني هنايا في المدينه، وجا داك الشخص المنتخب ويعني وعرض نفسه علينا، قال لنا بانني راني خديت هذا العقار اللي وراكم وانني قررت انني نهدمه ونعاود نبني فيه اقامه يعني سكنيه. جا الوليد دعا له بالتسخير، قال له الله يسخر لك، الله يكمل لك بالخير، حنايا ما نتمناو لك غير الخير، انت مستثمر نتمناو لك الله يوفقك في اللي انت فيه. من بعد يعني من بعد مشى هذا المسؤول هذا في واحد الفتره زمنيه وقرر باش يبدا عمليه الهدم. يعني جينا تفاجئنا بان الهدم بدا بدون ما يتم تعليق ديال رخصه ديال الهدم، بدون ما يتم تصوير يعني ديال داك الموقع ديال الهدم كما هو مفترض يعني في الرخصه ديال الهدم. ما تمش كذلك عمل يعني تسقيف المحلات التجاريه ديالنا من اجل الحمايه ديالها من الضرر اللي غيلحقها، زائد ان الدراسه اللي دارت، لان لازم في كل يعني كما كنعرفوا ان واحد الرخصه ديال الهدم غادي تعطى، خص ضروري تكون دارت لها واحد الدراسه وتقررت على اساس ان هذا الهدم هذا ما غيكشكلش واحد الضرر ولا واحد الخطر على العقارات اللي هي مجاوره للموقع ديال الهدم. كذلك دار دراسه على المحيط ديال داك العقار. هذا الشيء كله ما توصلناش به، زائد اننا ما تعلمناش بالتاريخ ديال اجراء عمليه الهدم باش حتى حنا ناخذوا احتياطاتنا. واللي بغيت نقول ان المحلات العقاريه ديالنا وهما محلات مستخرجه من العقار اللي هو موضوع الهدم، وكيشتركوا في عمليه البناء، لا من ناحيه ديال الحديد الدعامات الحديديه ولا من ناحيه ديال الالواح الخشبيه. يعني هو بني قديم، يعني بني كما كنقولوا لها تفزه، بالدارجه كنقولوا لها تفزه، يعني داك البني هش وهو يعني باقي واقف، يعني مازال واقف متراس. كيف ما كنتصورش انا غادي تقوم واحد العمليه ديال الهدم ديال واحد العقار اللي هو محيط بعقار اخر من ثلاثه ديال الجدران. عندنا ثلاثه ديال الجدران مشتركه، وهذاك عقار محفظ، عقار تيتري ومحفظ كذلك، وبالنسبه للجدران ديالو هي جدران يعني محاديه للعقار اللي هو موضوع الهدم. اذ لا يتصور انك غادي تقوم بعمليه الهدم لذاك العقار ديالك بدون ما تشكل خطر على العقار اللي هو ديال الجوار. هنايا وقفنا كنشوفوا كيفاش تعطات هذه الرخصه ديال الهدم بدون ما تتم هذه الدراسه، بدون ما يستشروا معنا، بدون ما ياخذوا الاذن ديالنا. كذلك ان ذاك السور المشترك اللي هو ما بين العقار ديالنا والعقار اللي هو موضوع الهدم تم الاعتداء عليه،
وعندنا كذلك صور مرفقه بصور ومرفقه بمحضر ديال المفوض القضائي تم الاعتداء عليه حيث انهم قاموا بالهدم ديالو من الجهه الفوقانيه من اجل الكشف يعني على داك الفوندوات وعلى داك الحديد اللي تما باش يتم يعني القطع ديالهم بواحد الطريقه معينه ويتم الفصل ديال العقارات عن بعضياتها ويتم عمليه الهدم. لكن تفاجئنا بان العقار ديالنا لحقوا ضرر كثير. اول حاجه ان الشقوق والتصدعات بدات كتبان على العقار ديالنا من الجهه ديال السقف ديال 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 المحل التجاري والجدران ديالو، كذلك ان المحل اللي فيه المواد ديال التجميل الجبس ديالو بدا كيتنفخ لانه تعرض لعمليه اهتزاز، يعني في اطار فاش كانوا كيقوموا بعمليه ديال الهدم كانت يعني كان غبار كتطاير، كانت حجاره كتطاير، كان سميتو اهتزاز يعني لان الكاتربيلار كما كنعرفوها ان هي كتجر ما عندهاش يعني اليه كبيره غادي تجر داك العقار غادي تهدمه، راه ضروري كيوقعوا هاد المسائل. القبص بدا كيتنفخ، زائد ان الشتا اللي طاحت في هذه المده هذه فاش تم الكشف على داك يعني فاش بداو كيكشفوا على كما كنقولوا هذاك السيناجات ديال العقار، العقار تعرى فاش طاحت الشتا كلها دخلت عندنا المحلات، وهذا الشيء راه موثق يعني بمحضر ديال مفوض قضائي. انا اللي كنت سائل عليه هو انه فاش تعطات الرخصه ديال الهدم واش كان شي من المفترض ان الجهه اللي عطات الرخصه ديال الهدم انها تتابع هذه الرخصه ديالها واش كتتم وفق ما هو يعني معمول به في اطار القانون ولا ما كتتمش وفقا؟ فاش من يعني قبل يعني باش ما نطيحوش في التضارب ما بين الاحداث، قبل كان عيطنا الملك الجديد اللي هو مسؤول هنايا بمدينه صفرو، عيطنا باش نديروا واحد العقد بيناتنا لان كانت تدخلات من طرف من اطراف متعدده باش نديروا واحد العقد. مشينا عند النوطير تقرر بانه يتعمل العقد عند النوطير، مشينا عند النوطير جلست معاه قرا عليا المضمون ديال العقد، لقيت فيه جوج نقاط اللي انا كنت كنعترض عليهم. النقطه الاولى هي ان اللي غادي يدير العقد معنا هو شركه، وحنا كنعرفوا ان الدعوه مع شركه تقدر تعتريها مجموعه ديال الامور اللي ما غاتمكنكش باش توصل للحق ديالك. راه الشركه يمكن لها تبدل غير المقر الاجتماعي ديالها، راك توحل انك باش تبلغها، وهذا مشكل يعني كنلقاوه يعني في مجموعه من القضايا. فاش كتمشي تبلغ الشركه ما كتلقاش المقر ديالها وكتبقى واحد ما بين التبليغ ما بين هذه وكيضيع الحق ديالك. انا اللي كنشير ليه هو ان هذه المحلات ديالي ديال الوالد هما مصدر القوت اليومي ديالو، مصدر القوت اليومي، ما عندوش صالير، ما عندوش مدخول اخر، هذا هو اللي كيقتات منه يوميا يعني. فكيف بالاحرى انني ندخل في مغامره انني ندير معك عقد اللي هو انا ما راضيش عليه، وتقدر داك يعني هذا المشروع ديال الهدم وبناء الاقامه تقدر ما يكملش، يعني عندك شريك، انت ماشي بوحدك، عندك شريك، داك الشريك ديالك ما يوفيش يعني بالتزاماتكم ما بيناتكم، ولا يوقع مشكل، ولا هاد الشركات تحل، ولا ما عرفش شنو ممكن يوقع ليها، ولا تلقاو مشاكل قانونيه ولا اداريه ولا يعني في اطار عمل، وتكون هدمتي ليا العقار ديالي ومبقى انا يعني واحد في هذا يعني في الدوامه هذه اللي ما عنديش دخل فيها، انت غادي تبني وغادي الله يسخر لك، ما قلنا حتى حاجه، ولكن يعني تضمن الحقوق ديال الاغيار، ما يعني ما نستغلوش هاد الظرفيه بحال هكا ونستغل انا واحد السلطه معينه ونبقى نتمادى يعني في استغلالها. هنا كنهضروا على تضارب المصالح ما بين المصلحات، يعني كنسبقوا المصلحه الخاصه على المصلحه العامه، وهنايا كذلك كنهضروا على تعدد الصفات في نفس الشخص. زائد ان من يعني من الشروط ديال داك العقد اللي كان لازم انه يتعمل عند النوطير، كان من ضمنه الشرط الاول اللي تحدثنا عليه، وهو الشرط ديال الاطراف ديال العقد، ان الطرف اللي كان غادي يدير معنا العقد هو عباره عن شركه. زائد الحاجه الثانيه اللي كنت اعترضت عليها هو يعني الصيغه ديال الضمان اللي تعطاتنا ضمانه اللي هي على شكل ارض على الشياع عنده نسبه ديال 50% فيها. كيف يعقل انك غتعطيني ضمانه ديال الارض اللي هي على الشياع ونقبلها انا كضمان؟ راه ما يمكنش، راه حتى في اطار القانون باش انا نولي نقلب على حقي غيولي ضايع حقي في اطار الشروط اللي انا وقعت عليها. انا الامر اللي قمت به انني قمت بشكايه للسيد العامل، قصيته يعني كشرطه اداريه محليه،
من بعدها قمت بشكايه للسيد الباشا كذلك، كذلك قمت بشكايه للسيد القائد الدائره الاولى سي مسعوده، قمت بشكايه لرئيس المجلس الجماعي، وكنتظر وكل امل ان هاد الجهات اللي تواصلت معهم واللي قدمت لهم الشكايه ديالي انها تلقى اذان صاغيه وانها تتعاطى معها كيف ما كتعاطى مع جميع الشكايات ديال جميع المواطنين وتحسبهم يعني سواسيه امام القانون، ما يكونش هناك تغليب مصالح ديال بعض الجهات اللي كتعتبر يعني كما كنقولوا مسؤولين منتخبين في البلاد، وتعاطى معها بجديه وحكمه وحكامه كما هو معهود يعني على السلطه المحليه يعني هنا في مدينه صفرو. وانا كنشكرهم على الترحيب ديالهم وعلى الطريقه باش استقبلوني وعلى التعاطي معهم يعني بشكل جيد وعلى الوقت ديالهم اللي عطاوني وتصمتوا ليا بشكل جيد. كنتمنى انها تعاطى مع هذا الموضوع ديالي بشكل ايجابي. واللي بغيت ناكد عليه هو انني ما غاديش نسمح في حقي، هو انني تمارس عليا ضغط كبير خلال هذه المده، لانني في هذه الفتره هذه كنت كنتظر يعني من هاد الناس كيف ما كان متصور لي ان هاد الناس هادو غيوفيو بالعهود ديالهم معايا، ما بغيتش نقوم باي اجراء يعني طول هاد المرحله ديال الهدم، لانني كان يعني كنت كنتوسم فيهم خير، لكن ما لقيتش داكشي اللي كنت انا باغيه فيهم، وتعاطوا معايا بواحد الضبابيه بواحد يعني ما فهمتش كيفاش تصوروا الامر غادي يكون. المهم انا كنشكر صفرو بريس لانها منحتني هذه الفرصه باش نقدم المظلوميه ديالي للراي العام، ونطالب فيه السلطات المحليه بالبلاد انها تقوم بالدور ديالها كشرطه اداريه محليه وتعين واحد اللجنه باش تخرج وتعاين يعني الاشغال ديال الهدم وتعاين الضرر للحق داك المحلات وترفع الضرر وترفع يعني هاد الغبن اللي وقع لهاد الناس هادو. وفي الاخير انا كنقول من شكى امره الى حاكم عادل كمن شكى امره الى الله، ومن مات دون حقه فقد مات شهيد. انا كنتمنى من السلطات انها تفاعل مع هاد المظلوميه ديالي، وانها تعين لجنه مختصه مختلطه اللي غادي تخرج وغادي تعاين الموقع ديال الهدم وكذلك الاضرار الناجمه عليها واللي لحقات المحلات التجاريه، وترفع هاد المظلوميه عليا. وكنشكرهم يعني على التعاطي ديالهم معايا وعلى الطريقه الايجابيه المبدئيه اللي لمستها فيهم، وكنتمنى تستمر يعني يستمروا معايا في هذا التعاطي وفي يعني وفي الحوار اللي تم بيناتنا الى اخر المطاف. ونتمنى من الله المدينه ديال صفرو ما تبقاش فيها هذه المساله ديال التضارب ديال المصالح وتضارب ديال وتعدد ديال الصفات اللي كيخلي ان الحقوق ديال الناس كتضيع في اطار هذه الدوامه هذه. وفي الاخير كنقول شكرا للجميع، شكرا لصفرو بريس على الاستضافه ديالها، والسلام عليكم ورحمه الله.